إنني عم تبلغ الآن 35 من عمرها، أفطرت شهرا من رمضان بسبب وضع الحمل ولم تقضه حتى الآن، فبماذا توجهونها؟ يقول إن له عم تبلغ الآن 35 وقد أفطرت شهر رمضان بسبب الوضع ولم تقضه حتى الآن، فبماذا توجهونها؟ الواجب عليها أن تقضي ما أفطرته سابقا من رمضان، تبادر بالقضاء لأنه باق في ذمتها، عليها أن تبادر بالقضاء، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت. ما هي عذر؟ نعم.